من على هذا المنبر في أحد مساجد مدينة أم درمان يطالب زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن الحكم ووقف إراقة الدماء. أهم مطالب ميثاق الخلاص هي الصادق أعلن في خطبة أمام حشد من المصلين أن 20 مجموعة سياسية ومدنية حقوقية ستوقع على ميثاق أطلق عليه ميثاق الحرية والتغيير. أبرز بنود هذا الميثاق دعوة الرئيس عمر البشير للتنحي عن السلطة، أن يرحل نظام، وتكوين حكومة انتقالية، وكتابة دستور جديد للبلاد. هذه المطالب التصعيدية جاءت بعد مقتل 3 أشخاص خلال احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى خلال اليومين الماضيين. رفع المتظاهرون فيها شعارات طالبت بتنحي الرئيس عمر البشير والإفراج عن المعتقلين. محاولة الأمن السوداني لقمع المظاهرات وتضييق مساحتها الجغرافية تواجهها دعوات من تجمع المهنيين السوداني إلى الاعتصام في الميادين بدءا من الأسبوع الحالي إلى يوم أسموه بموكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.